يعني فكرة التعصب الديني، هناك تعصب ديني في مجموعات مثلا من المسلمين في بلاد أخرى حتى، وفي مصر أيضا، وفي أفكار متطرفة بتحدث من حين لآخر. هل هذا التعصب، هذا التطرف موجود أيضا في الفكر المسيحي وبين المسيحيين؟ وكيف تقاومونه إذا كان موجودا؟ في نطاق الكنيسة المصرية، الشخصية المصرية بحد ذاتها لا تعرف عنفا. ليه؟ في الأصل لأن احنا كلنا كمصريين عشنا حوالين نهر النيل. نهر النيل نهر هادئ، وبنعتبره هو أبونا أور فازر، وبنعتبر الأرض اللي بناكل منها اللي جنبه على الناحيتين أور مازر، وبقى عندنا اللقب اللطيف بتاع ابن النيل وبنت النيل. فبقى في هنا مثلث، النيل أب، الأرض أم، والإنسان ابن. طب كان هذا موجودا عندما كان معظم المصريين يعيشون حول النيل، الآن هم منتشرون في أماكن مختلفة منها الصحراء مثلا. احنا عايشين في مصر، احنا كمصريين عايشين على مساحة 7%، وجهود الدولة دلوقتي بتحاول توصل ل10%. الصحراء 90%، الصحراء مش عايش فيها حد. الغالبية من المصريين عايشين حوالين نهر النيل. فالمصري في أصله ما يعرفش العنف في أصله. حتى ملحوظة مهمة قوي، القدماء المصريين سابونا إيه؟ سابونا معابد ومقابر. ما سابوش قلاع مثلا، معابد ومقابر. الهرم ده مقبرة، وطبعا المعبد للصلاة والمقبرة للحياة الأخرى، ومعظم الآثار الموجودة فعلا معابد. هو ده اللي سلمهن المصريين القدماء، هي دي حياتنا، هو ده الإنسان المصري. لم يختلف؟ عشان كده، لا طبعا اختلف، لكن عشان كده معظم كنايسنا ومعابدنا ومساجدنا قريبة من نهر النيل. نستمد منه الحياة. وحضرتك عارفة أن في العصور القديمة كان نهر النيل أحد المعبودات للإله حابي. وكانوا يعملوا أناشيد ويعملوا له حكايات، والفيضان وعروس النيل، التاريخ الجميل ده. ممكن إنسان يكون اتغير. أنا هعترض بس على عروس النيل، الحقيقة أنها كانت فعلا زفة، لكن لم يلقي المصريين القدماء أبدا فتاة في لا، كانت فرحة بفيضان النيل. فرحة بفيضان النيل. وكلمة عروس يعني البكر، حاجة كده المية جاية لنا السنة دي. فده معاني روحية سامية. قدماء المصريين حقيقة يعني حضارة لا يماثلها حضارة في العالم كله، وبالذات لما ندرسها من ناحية الناحية الروحية. يعني بندرس من الناحية الأثرية والتاريخية، لكن الناحية الروحية، روحيات، بقول لك معابد ومقابر. بس فالإنسان المصري أساسا ما يعرفش العنف. والعنف دخل مصر من خلال عوامل كتيرة ليس مجال الحديث عنها. والتطرف ممكن أن يوجد في أي مكان، لكن بيعتمد على إيه التطرف؟ بيعتمد على طريقة التعليم والثقافة. ما أنا ممكن أعلم ابني يطلع متطرف، متأسف في كلمة، يطلع متشرد. لو أهملت فيه مثلا. فالحكاية دي مهمة جدا بجوار دور المؤسسة الدينية، مؤسسة الثقافة، مؤسسة التعليم. ده لازم كله يشتغل بنغمة، يشتغل كله ويا بعضه. لكن مثلا حضرتك تهتمي بالثقافة وأنا أجي من الناحية التانية أهد اللي بتعمليه في الثقافة، كيف يكون؟ وده اللي بنشوفه في العالم كله، إن في هارموني ما بين كل المؤسسات دي اللي بتبني الإنسان. ما لازم يعني ابني أعلمه مثلا قيمة الفن. قيمة الفن يعني الرؤية الجمالية للحياة، حاجة مهمة خالص. طبعا أعلمه مثلا قيمة الوردة. ده لازم يفهم الكلام ده. أنا فاكر وأنا صغير كان والدي يجيب كارت كده بوستال حسب الوقت، يعني في عيد الأم، ويخليني أنا وأختي نقعد نكتب كلمة بحبك يا ماما في كارت ونقدم، بس يكون كارت وردة. فأدي أفكار
بسيطة لازم نزرع الثقافة دهيت في وسط ولادنا. حاجة مهمة خالص. صحيح. إهمال كده متأسف في الكلمة يضيع أجيال. إهمال الثقافة يطلع أجيال. إهمال الرياضة يضيع أجيال. إهمال الأدب يضيع أجيال. الفنون. إهمال الفنون بكل. وأنا في تالتة إعدادي كنت في مدرسة في دمنهور. فجم في يوم إمكانيات بسيطة، تالتة إعدادي 67، سنة 67. كتبوا لنا كده قايمة، قالوا لنا دي كلها مهارات عايزينكم تتعلموها، كل واحد يختار ثلاثة. ثلاث مهارات. فأنا اخترت مهارة النجارة. المهارة الثانية مهارة التصوير. المهارة الثالثة صنع عصير الجوافة. لماذا؟ بحب الجوافة. كويس؟ فعلمونا في المدرسة وأنا في ثالثة إعدادي يعني إيه أمسك منشار ويعني إيه أقطع خشبة ويعني ويعني ويعني. وعلمونا التصوير شفوية، ما كانش في مكان التصوير، قال التصوير. والجوافة كانوا يطلعونا الساعة الحصة الثالثة عشان نعصر الجوافة لأنها بتسود بسرعة. مش كده؟ أيوة. ونعبيها في أزايز. أيوة. ونحطها في كانتين المدرسة. دي حاجات اتعلمناها وعشناها. طبعا بقيت زمايلي اختاروا حاجات تانية كتيرة. بس كانت المدرسة كيف تكون مدرسة معلمة. وكان الوزارة يعني مفروض انها التربية والتعليم. مش فقط التعليم. طبعا التربية قبل التعليم. صحيح.